انكشف للعيان موقع أثري كان مغمورا تسببت فيه الهزة الأرضية الأخيرة التي ضربت مدينة ميلا. الانزلاق والتشققات الأرضية أدت إلى بروز آثار لبناية قديمة وأحجار مصقولة من مختلف الأحجام وبعض القطع الفخارية مختلفة الأنواع. الآثار التي موجودة فيه تبرز وتبين على أنهم مستثمرة فلاحية تعود للفترة الرومانية، كما نلاحظ كذلك وجود قطع فخارية مختلفة وقرميد وأجر الذي كان يستعمل في البناء. وفي تقدير المختصين في علم الآثار يعود هذا الموقع إلى العهد الروماني باعتباره امتداد لمدينة ميلا الرومانية. سنعمل جاهدين إن شاء الله على تسجيل عملية للبحث المعمق وكذلك لحماية الموقع. وزارة الثقافة كانت قد أوفدت فريقا مختصا في الآثار لمعاينة الموقع الجديد والوقوف عند أهمية هذا الاكتشاف الذي سيدعم رصيد الموروث المادي للجزائر.